الأجال التي حددها رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي على مخرجات الحوار الوطني الذي نظم مؤخرا، بدأ الحديث عن إمكانية استبدال هذا الاستفتاء الشعبي بالتصويت من قبل النواب في البرلمان الموريتاني. ما مدى قانونية ودستورية هذا الإجراء؟ إلى أي حد يمكن استبدال هذا التصويت؟ ومميزات استبدال التصويت من قبل البرلمان عن الاستفتاء الشعبي الشامل؟ نناقش هذا الموضوع في حلقة موضوع للنقاش لهذه الليلة مع ضيوف متخصصين في هذا المجال. فاصل قصير وأعرفكم على ضيوفي في هذه الحلقة ونبدأ النقاش. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لمناقشة الموضوع الذي ذكرته آنفا، وهو ما يخص الاستفتاء على الدستور أو الاستفتاء على مخرجات الحوار الوطني الأخير، والذي تحدث البعض في الفترة الأخيرة عن استبدال الاستفتاء الشعبي بالتصويت من قبل نواب البرلمان. معي لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد دول محمد المختار، أستاذ القانون العام وبجامعة نواكشوط ومحامي لدى المحاكم الوطنية، أهلا بك. معي أيضا الشيخ بويا والشيخ نو، هو نائب في البرلمان الموريتاني، أهلا بك. شكرا. بداية سأبدأ معك دكتور محمد، كيف تناول الدستور الموريتاني الاستفتاء الشعبي؟ طيب، الاستفتاء الشعبي في الدستور الموريتاني نصت عليه المادة 38 من الدستور، حيث أكدت هذه المادة على أن لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي قضية ذات أهمية وطنية. هذا النص العام في الحقيقة يعطي لرئيس الجمهورية إمكانية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي أي قضية بما في ذلك، وهذا ما أرى شخصيا، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتعديلات الدستورية. زيدي على ذلك أن نص مادة 99 في فقرته الثانية أكد على أنه بعد أن تستكمل المبادرة البرلمانية مراحلها في التعديل أو في يعني إجراءات التعديل، بمعنى حين يتم الموافقة بأغلبية 1/3 من أعضاء الغرفتين لمناقشة مشروع تعديل ما، ويقوم البرلمان بعد ذلك بالتصويت عليه بأغلبية 2/3 في كل غرفة من غرف البرلمان، بعد استكمال هذه المراحل التي هي كلها تتعلق بالمبادرة من طرف البرلمان، يتسنى حين ذاك لرئيس الجمهورية أن يقدم المشروع، مشروع المراجعة إلى الاستفتاء الشعبي. إذن هذه واحدة من الطرق التي خول الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية إحالة المشروع، مشروع المراجعة فيها إلى الاستفتاء الشعبي. لكن الدستور الموريتاني أيضا لم يكتفي بهذه الصيغة، وإنما أعطى لرئيس الجمهورية إمكانية العدول عن صيغة الاستفتاء الشعبي من خلال نص المادة 101 التي أكدت على أنه لا يقدم مشروع المراجعة إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه في استفتاء يعرضه على مؤتمر برلماني، بمعنى أن يعرضه على الغرفتين مجتمعتين في مؤتمر يسمى بمؤتمر البرلماني. وفي هذه الحالة اشترطت هذه المادة أن يحصل هذا المشروع، مشروع المراجعة أقصد، أن يحصل على أغلبية 3/5 من الأصوات المعبر عنها، معنى من الحاضرين. جميل، سأعود إلى نقطة الاستفتاء بالتفصيل. الآن سأنتقل إليك أستاذ حضرة النائب، بداية قبل أن ندخل في المرجح حاليا وهو استبدال تصويت البرلماني على الاستفتاء الشعبي، ما هو الدور الذي سيلعبه البرلمان الموريتاني حاليا ما دام نحن في انتظار الاستفتاء الشعبي؟ شكرا. أولا أنا ماني خبير كقانوني، غير الحمد لله هذه فرصة لأني نقرأ من العميد خبير دستوري وقانوني، لكن بإضافة شوي على اللي قال العميد، هو فم قبل ندخل لسؤالك، هو فم إجراءين كيف وضح هو يحصل فيهم تعديل الدستور. واحدة ذي اللي تخول وفيها آراء هي المادة 38، فيها آراء، فيها اللي يقول أنها فم رأي قانون يقول أنها
لا تلزم وخامة رئيس الجمهورية بأنه يخضع للغرفتين ياك يجيز الاستفتاء اللي يقدمه للشعب. وفيه رأي آخر والأرجح عن كثير من بما فيهم الأستاذ لأنها تخوي الفخامة رئيس الجمهورية كالمادة 38، لأنه أي أمر هام ولا فهم ما فهم عندي أنا أمر أهم من التعديلات الدستورية به اللي هي اللي تحكم وتسير الشأن العام للبلد لن يتقدم بها. يا غير ملي المادة 99 جات موضحة تفصيل للي جانب يعني المؤتمر البرلماني، يعني فهم إجراءات تتبع إزامية تتبع ياك لأن تتوصل للمؤتمر البرلماني، معناها تقدم المبادرة يصوتوا لها ثلثي الغرفتين كلهم على حدة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ، وحد عقب ذاك تقدم للبرلمان مجتمع مؤتمر برلماني مجتمع بين الغرفتين ويجيزوه ذوك 3 إلى 5 من الأعضاء من 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 الأصوات معبر عنها. إذن الآلية واضحة، لكن حالياً نحن في انتظار لكن استفتاء لكن شعبي. لكن حالياً بصفة رسمية لم ما فيه توجه. لا قلت توجه، ما فيه قرار رسمي بالإجراء اللي سيتبع. لكن أنا رأيي شخصياً ورأيي كبرلماني ورأيي كمنتخب لأن الأرجح لأن تتخذ طريقة اللي تكفل عدة أمور، يعني توفر الوقت وتوفر الجهد وتوفر الطاقة سواء كانت المادية أو المعنوية على كاهن الدولة كما على المواطنين، لأن الذهاب إلى الاستفتاء كما تعلمون فيه عدة أمور، منها أولا على أنها مكلفة وعلى أن لازم يتم الإعداد لها بطريقة جيدة. ثانيا فهم جانب آخر، جانب الشفافية اللي مهم واللي الطيف السياسي مهم عنده، هل اللجنة الوطنية للانتخابات التي ستشرف على هذا المسار كله هل ستضمن شفافية هذا الإجراء بدل من أضمن له شفافية هذا ممثلين الشعب اللي هم يمثلوا آراء المواطنين وجاءوا عن طريق الانتخابات ولهم نفس الحقوق الدستورية اللي عند 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 ذيك الناس اللي لاهي في حالة قاسة للاستفتاء. جميل، سبقنا هذا الموضوع سنتحدث فيه بنوع من التفصيل، لكن قبل ذلك حاليا ما هو الدور الذي سيلعبه البرلمان الموريتاني؟ أنتم مثلا بانتظار أن تقدم المبادرة للتعديلات الدستورية. البرلمان الموريتاني يلعب دوره حاليا يلعب دوره تشريعي اللي هو دوره للعاجل، وإذا قدمت له لم تقدم مسودة حتى افتراضا على أن قدمت المسودة ستأخذ تلك الإجراءات التي صارت آنفا أنا في الذكر. إذن ستأخذ المسار الدستوري المنصوص عليه في مادة 99 اللي بعدها سيكون فيه مؤتمر انطلاقا من مادة 101 ومن خلالها يتم إيجاز تلك. إذن في الوقت الحالي لم نتوصل حتى الآن إلى مسودة في هذا الإطار، لكن العمل البرلماني متواصل. وإذا أتى مشروع هكذا مشروع سيعتبر كالمشاريع القوانين التي تأتي كالعادة وتتم دراستها بالصفة طبقا للمسطرات البرلمانية. واضح دكتور، ما هي الإجراءات التي القانونية التي قد تكون بداية للعدول عن استفتاء شعبي والتوجه إلى استفتاء برلماني طبعا بغير المادة 101 التي تعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية بالعدول عن هذا الاستفتاء؟ ليست هناك إجراءات محددة ممكن نتحدث عنها في إطار القانون، فقط إذا استثنينا أن
كلا المسطرتين لها ظروفها ولها آلياتها. إذا اتجهنا إلى مسطرة الاستفتاء الشعبي فهذا سيقتضي مجموعة من الإجراءات والترتيبات، وطبعا لم ندخل بعد فيها. وإذا اتجهنا أيضا إلى مسطرة البرلمان كل هذا سيبدو معلوما في وقته، لكن لكلا الطريقتين آلياتها وإجراءاتها المحددة. هل يمكن مثلا القول أن الحيز الزمني الذي تم إعطاؤه للاستفتاء الشعبي لا يمكن استكماله، لذلك يمكن استبداله بالتصويت على من قبل البرلمان في الفترة المجازة من طرف؟ لا، أنا لا، حسب حد إلى حد علمي ليس هنالك أفق زمني محدد لا بد أن تنتهي فيه هذه العملية. كنا أمام أجلين، أحدهما كان يتحدث عن شهر 12 ديسمبر لاستكمال هذه التعديلات ولإجرائها، وبعد ذلك أصبح الحديث عن النصف الأول من 2017، ونحن لما بعد يعني منذ أيام دخلنا في 2017، إذن هنالك مدى زمني مفتوح، هنالك استحقاقات، هنالك بعض الأمور التي أعتقد أنها هي التي ستحدد يعني الأفق الزمني الذي سيتم عبره هذه العملية. إلى هذه اللحظة ليست لدي أي معلومات في أن هنالك تاريخ محدد تم رسمه لكي تنتهي فيه هذه المسطرة. برأيك دكتور لماذا تم ترجيح هذا المقترح؟ هنا اللي هو مقترح التصويت من قبل البرلمان خلفه. شوفي، شخصيا أعتقد أن كلا المسطرتين لها أهميتها ولها أيضا مزاياها ولها سلبياتها. لا شك أن الاستفتاء الشعبي هو مظهر من مظاهر الديمقراطية، لا شك أنه يتضمن رد الأمور إلى صاحب الشأن الذي هو الشعب في آخر المطاف، وأنه ملمح مهم جدا من ملامح العملية الديمقراطية بصورة عامة. لكن لهذا أيضا لهذا المسار لأسلوب الاستفتاء بعض أيضا المآخذ التي تؤخذ عليه في الفقه الدستوري. مثلا الاستفتاء الشعبي هو عبارة عن استخدام عبارتين يعني بالنفي أو بالإثبات، نعم أو لا. والحقيقة أن الشعب إذا قال نعم قد لا تكون بالضرورة ذات أهم ذات مضمون، وإذا قال لا قد لا تكون بالضرورة ذات مضمون، لأنه في يعني وثيقة كالدستور ليس كل ما هو في مضمونها يجب أن نطلق على أن نوقف منه موقف سلبي، وكذلك ليس كل ما هو في مضمونها مطالب بأن نأخذ منه موقف إيجابي. معناها إذا قلنا نعم فنحن في الواقع لا نقول نعم لكل مضمون الدستور، وإذا قلنا لا فلا نقولها لكل مضمون الدستور. ويزداد الإشكال إذا كان من يقول نعم أو يقول لا ليس واعيا أصلا بمضمون هذه الوثيقة، فهو يقولها انطلاقا من محددات وانطلاقا من خلفية معينة. وبالتالي إشكالية الاستفتاء هي هنا أن الاستفتاء هو حكم في الحقيقة غير تأويلي، يقول لنا قل نعم أو قل لا في قضية قد تحتمل النعم واللا في نفس الوقت. فهذه إشكالية الاستفتاءات دائما، ومع ذلك تبقى هي الملمح المتاح والممكن في إطار المقاربة الديمقراطية الذي يقول لنا بشكل مجمل أن الشعب أراد هذا أو لم يريد. ومع ذلك هنالك هذه الصيغة الأخرى التي تقول في ظل منطق الديمقراطية النيابية أن نواب الشعب هم المجسدون لإرادة الشعب، وأنهم هم من يمارسون السلطة بالنيابة عن الشعب، وبالتالي حين اختارهم الشعب واختزل فيهم حقه في السلطة كان ذلك بمثابة تفويض كامل لهم، وبالتالي أشار الدستور إلى هذا وقننه وجعل للنواب ولمجلس للبرلمان بصورة عامة جعل له سلطة مهمة جدا في تقرير مثل هذه الأمور. ومن هنا تصبح أيضا الرجوع إلى البرلمان في حد ذاته له هذه الأهمية، فهو من ناحية يضمن لنا إشراك الممثلين العامين للشعب
ويفترض فيهم مستوى من الوعي الذي يضمن لهم بالاطلاع على مضمون الوثيقة الدستورية، وبالتالي الموقف منها سلبا أو إيجابا عن طريق الاستفتاء، وهذا أدعى إلى التأني والتثبت من مضمون هذه الوثيقة. شخصيا أعتقد أنه إذا كان البرلمان قادر على لعب دوره وهو المفترض، موقفه من الوثيقة الدستورية بالسلب أو بالإيجاب يعطيها مشروعية كبيرة جدا، ويعطي لأي تعديل كما أشار إلى ذلك الدستور يعطيه أهمية واضحة. وبالتالي هذه الصيغة التي قننها الدستور وهي صيغة متعارف عليها ديمقراطيا أيضا في الدساتير الأخرى وفي البلدان الأخرى، استخدام السلطة أو رئيس الجمهورية لها يبدو مسألة واضحة ومبررة، وتنص عليها العديد من الدساتير وهي واردة وممكنة. هل هي إيجابية بالمطلق أم سلبية؟ هذا يرتبط بالسياق وبالظروف التي تتنزل في إطارها مثل هذه الإجراءات. حضرة النائب، طبعا خلاصة مما تحدث عنه الدكتور، لا شك أنه أو يجب أو ما يمكن أن يقال بأن التصويت من قبل البرلمان الموريتاني بنعم أو لا، هذا سيتطلب مراجعة إلى حد ما لمضامين هذه الوثيقة الدستورية المقدمة. هل هذا الدور مسموح به في حال تم العرض على البرلمان؟ نعم، الدور مسموح به البرلمان كما قال الدكتور، هو يعكس إرادة الشعب ويعكس مستوى من إرادة الشعب، يعني مستوى يعني من 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 الوعي ومستوى من الثقافة ومستوى من النضج اللي فعلا قد يعود أكثر هما تقييم إيجابي أو سلبي بما سيصوتون به على الدستور من اللي يقيس المواطن العادي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا نختار نتناول هذا الموضوع من جانب أنا كنائب ومع فعلاً لأن كيف قلت وحدت آجال، لأنها لا تعود في آخر شهر جانفي في زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة التقانت، وفي النصف الأول من 2017. لكن أنا نتناولها من السياق الآخر، لأن الغرض من الاستفتاء وليس إثقال كاهن الدولة أو إثقال كاهن أو إتعاب المواطن إني تعود فيه طريقة أخرى، عندها نفس الصلاحيات الدستورية وعندها نفس القوة القانونية لأنها تتخذ، خاصة لأنها ما هي أول مرة تعدل في هذا البلد، وخاصة لأن هذا اللي يستفتى ليه نتاج للوفاق السياسي بين نخبة سياسية في هذا البلد، وعندها تجربة لأنها في 2012 بدل من تعدل التعديلات عن طريق الاستفتاء ذهبت كذلك إلى مؤتمر برلماني وأجازت فيه تلك الإصلاحات التي كانت لها نتيجة كبيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى التمثيل، حتى لأن هذا البرلمان الحالي نتاج لذلك تلك الإصلاحات بما فيها التمييز الإيجابي للمرأة وعدم الترحال السياسي وكثير من الأمور اللي كانت تحتاج إليها ديمقراطيتنا في ذلك الحين. إذن لا أرى أن هناك مشكلة في أن نتوجه إلى هذا الطريق من أجل لأنه حسب وجهة نظري، لست فقيها، لكن من وجهة نظري لأن التمثيل الشعبي الذي أعطى للبرلمانيين لا يجب أن يكون له معنى، يجب أن لأنه نوع من التفويض لهم في 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 في, في, في إبداء آرائهم فيما في شؤون قد يكون النواب أكثر اطلاعا عليها من ناحية تخصصاتهم من ناحية الوعي الذي لديهم. وعليه فأظن أن الجانب الآخر اللي هو جانب مهم هو 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 إذا أخذنا طريق الاستفتاء ونحن لدينا مخرجات حوار
يجب تطبيقها. أظن أن 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 هذا الاستفتاء من وجهة نظري الشعبي سيأخذ حيزا كبيرا من جانب التحضير، لأنه يجب أن تفعل لجنة وطنية للانتخابات، لا تفعل على مستوى الواكسبة، أن تفعل هيئتها في كل مقاطعة في كل بلدية، وأن يأخذ الطاقم المختص وأن تطبع يعني لإجراء الانتخاب المسلسل الانتخابي الذي نعرفه جميعا والذي سيكلف كاهن الدولة، وأولى على الحكومة أن ترشد وأن توجه هذه الموارد إلى خدمة المواطن وتقريب إليه الخدمات الأساسية، وهذا ما يريده في 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 نقطة مهمة حضرة النائب، قد تفيد بأن الأرجح حاليا إلى حد ما هو التصويت البرلماني، خاصة أن التصويت سيكون على مخرجات الحوار وليس التعديلات الدستورية فقط، هذا هو حسب ما أعلن عنه. ومخرجات الحوار من بينها ما يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات وإصلاحها، إذن هنا قد يكون ترجيح التصويت من قبل البرلمان أصبح واردا. الترجيح نحن ما موقف من الناحية المنطقية يعني منطقيا لن يتجه الاتجاه نحو المؤتمر البرلماني، لأنه في كلتا الحالات يوفر كثيرا من الأمور على طريق الآخر. وأظن أنه في 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 القرى في البرلمانية كل برلماني حر ويتمتع برأيه الحر، خاصة أن 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 سرية الاقتراع كذلك تضمن له حرية التصرف وحرية الرأي، حتى لا يكون ممارسا عليه ضغط بأن يتوجه إلى توجه آخر. بينما المواطن العادي في الاستفتاء ممكن أن 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 أن, أن يواجه توجيها أسهل توجيه المواطن البسيط العادي من توجيه نائب. طيب دكتور، يفهم مسؤوليته ويتحملها كاملة. طيب دكتور، طبعا كبحث عن لماذا تم ترجيح المؤتمر البرلماني مثلا في ما تحدثنا عنه قبل قليل، وهو ما يخص اللجنة المستقلة للانتخابات، بأن إصلاحها هو من مخرجات الحوار، أيضا من مخرجات الحوار بعض النقاط الأخرى التي في حال تم إجراء استفتاء شعبي يجب أن تكون متوفرة قبل ذلك. هل يمكن أن نقول أن هذا قد يكون ما بنى عليه الذين مثلا تيمنوا أن هنالك مؤتمر برلماني قادم هو الأساس؟ لا شك أنها وجهت أنها فعلا معطيات موضوعية لتأكيد وترجيح خيار الذهاب إلى المؤتمر البرلماني. زدي على ذلك أن عملية الاستفتاء في حد ذاتها كما أشار السيد النائب هي عملية معقدة، عملية تحتاج إلى موارد مالية ضخمة، تحتاج إلى تعبئة شاملة وطنية، تحتاج إلى كثير من المجهود التوعوي والتحسيسي والتعبوي الذي فعلا قد يبدو أحيانا من الصعوبة بمكان إجراءه. وبالتالي في قضايا تكاد تكون شبه محسومة ومهمة كالتي يشير إليها، التي يعني أعتقد أن التعديل سيكون مضمونا لها، ربما يكون البرلمان في مؤتمره هو الحل، خصوصا إذا ما قارنا بالأعباء والتكاليف والموارد التي ستهدر في أسلوب الاستفتاء في مقابل التكاليف المحدودة التي ستكون في حالة ما إذا اعتمد الحل البرلماني. زدي على ذلك أن أيضا فعلا ثم إشكالات حقيقية، لا شك أن أيضا خيار المؤتمر يطرحه هو الآخر إشكال. فنحن أمام غرفتين إحداهما مستهدفة في هذا التعديل بمسألة الإلغاء، وسيكون من الصعب
في الحقيقة التوجه إلى هذه الوجهة، لكن مع ذلك في تقديري أن هذه مصداقية ربما للمؤتمر البرلماني، لأنه سيجيز هذا التصويت، سيجيز هذا التعديل بالرغم من أنه يستهدف سيلغي إحدى هاتين الغرفتين، وهذا يعطي لمسألة اللجوء إلى البرلمان أيضا قوة وفاعلية مهمة جدا، وبالمناسبة أيضا يجعلها في صورة تحدي كبير جدا. وأعتقد أنه من حيث إجازة هذه التعديلات الأسهل على الدولة وعلى النظام من الناحية الإجرائية، من الناحية التنفيذية، والله التمريرية صحة هذه العبارة، أن تمر عبر الاستفتاء الشعبي، منها أن تمر عبر البرلمان، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة إلغاء إحدى الغرفتين مراجعة لهذا التصويت. فإذا مسألة البرلمان، مسألة المؤتمر البرلماني هي مسألة لها أهميتها، لها يعني مزاياها الكبيرة، وإن كان هنالك من يعتقد بأن مسألة الاستفتاء تبقى أهم ديمقراطيا وتبقى أكثر مؤشر على الحسم الديمقراطي، خصوصا أننا سنعود إلى المواطن، إلى الشعب الذي هو أولا وأخيرا صاحب السلطة وصاحب القرار. هذا سؤال يطرح نفسه في هذه المرحلة، وهو في حال تم اعتماد المؤتمر البرلماني، لا شك أن هنالك جهات لم تشارك في الحوار السياسي ولم ليست ممثلة، هي جهات موجودة سياسيا طبعا بغض النظر عن كمها أو مستواها، لكنها موجودة، قد تعترض مثلا على هذا التصويت البرلماني، كيف سيكون تعاطي البرلمان الحالي مع هذه القضية؟ ما في مشكلة، نحن بالنسبة للنظام والحكومة يتمتع بأغلبية مريحة على مستوى الغرفتين، ما يطرح له مشكلة إجازة تعديل، لأنه هو سيكون ب ب ب ب ب بثلثي كل غرفة واحدة ستوفر هاي ثلاثة لخمسة. نعم ستوفرها، لأن اثنين على ثلاثة من أعضاء البرلمان، وعلى وبالنسبة للأغلبية عندها 111 نائب من اصل 158 ناهيك عن الاحزاب ان الاحزاب المعارضه اللي مشاركه في الحوار التي تدعم هذا 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 التوجه وتدعم هذه التعديلات، ان لا أن سيطرح اشكالا على العموم. طيب طبعا قبل ان نختم دكتور، كيف سيكون المشهد عموما الديمقراطي، المشهد السياسي في ظل هذه التعديلات، من في حال تم الاستفتاء الشعبي وفي حال تم الاكتفاء بمؤتمر برلماني؟ قد نتوقع مشهدا ساخنا نسبيا إذا ما تم اللجوء إلى صيغة الاستفتاء، نظرا لأن هنالك كما أشرت الآن أطراف في المشهد السياسي فاعلة في المعارضة ولها حضورها المعروف، والتي لا تمثيل لها، لا وجود لها في البرلمان، وقد تجد نفسها قادرة على التعبير أو اتخاذ موقف ما كما في حالة الاستفتاء الشعبي، في حالة اللجوء إلى صيغة الاستفتاء الشعبي. في المقابل قد تكون المسألة أقل الحقيقة إثارة إذا لجأنا إلى صيغة المؤتمر البرلماني، مع الحديث عن تفاهمات وعن صيغ معينة لتمرير هذه الآلية، والتي هي كما قلت في البداية هي آلية دستورية لها اليوم مزايا كبيرة جدا، منها على الأقل التوفير والاقتصاد في موارد مهمة، ومنها أن البرلمان أقدر على استيعاب مضامين هذا التعديل والموقف منه إيجابا أو سلبا من عموم الشعب، مهما يعني أكدنا على رمزية وأهمية هذا العموم في الملمح الديمقراطي بسرعة. شكرا. إذن نايب، قبل أن نختم، هل نفهم من خلاصة كلامكم في هذه الليلة أنكم تميلون إلى المؤتمر البرلماني للتدقيق في محتويات التعديلات الدستورية، ما قد لا يكون بإمكان المواطن البسيط التعرض له في هذا الاستفتاء؟ بالنسبة شخصيا أتقاسم معك نفس الطرح، فعلا هذا ورعي، لأن
لأنه يالط أحسن لأنه يوخر عن طريق المؤتمر نظرا لنتقاسم مع الدكتور نفس بعض المسويغات اللي ممكن تنعكس سلبا على وعلى على على, على هذه الإصلاحات الكبرى التي يطمح إليها جميع الشعب الموريتاني أينما كان، وهذا هو اللي يؤدي إلى أن ميال تنقبض هذا الطريق اللي أقل تكلفة واللي أضمن واللي كذلك يمكن أن يبدي رأي أحسن في الموضوع اللي لي ذار في هذه التعديلات اللي إذن أشكرك حضرة النائب الشيخ بويا والشيخنا، أشكرك أيضا دكتور محمد دول محمد المختار أستاذ العلوم القانون العام بجامعة نواكشوط ومحامي لدى المحاكم الوطنية. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في هذه الحلقة ناقشنا الحديث عن مدى قانونية ودستورية استبدال المؤتمر البرلماني بالاستفتاء الشعبي، خاصة مع اقتراب الآجال التي حددها رئيس الجمهورية لهذا الاستفتاء. أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معكم في الصفات التي السيئة التي نهانا خير الورى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عن الاتسام بها أو الاتصاف بها، وصفتنا اليوم صفة خطيرة جدا خطيرة، وهي تعد من أكبر أمراض القلوب، وقيل إنها أول معصية على وجه الأرض، وهي سبب لمعاصي كثيرة جدا. والحسد الذي هو صفتنا اليوم لعلكم عرفتموه، والعياذ بالله، صفة خطيرة ومتفشية، أعاذنا الله وإياكم منها وغيرها من أمراض القلوب. الحسد كما عرفه الجرجاني اصطلاحا أنه تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. وقال الجاحظ: الحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له، وهو خلق مكروه وقبيح بكل أحد والله إلا أحد. قال الراغب: الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها وذاقع واخطرها. أتفو بالحسد وأتفو بجميع أمراض القلوب، أعاننا الله وإياكم منه ومن غيره من أمراض القلوب. الفرق بين البخل والحسد. قال الكفوي: البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، هذا قطعا حق. ثم يتميز البخيل بعدم دفع للنعمة شيئا، والحاسد يتمنى أن لا يعطى أحد سواه شيئا. دواعيه عديدة، ونحن سنتوسع في هذه الصفة نظرا لخطورتها، ولأنها مدعاة للعياذ بالله
دخول النار على كل حال، ولأنها تضر المحسود والحاسد معا. الحاسد تضره بلزوم الهموم قلبه. قال الجاحظ رحمه الله: لو كنت معذبا الحسود بشيء لما عذبته بأكثر مما عذبه الله به، والعياذ بالله، بلزوم الهموم قلبه. هو ما يعود سعيد أبدا، مستحيل ينعم بلحظة سعادة به، اللي هو مجرد يشوف الآخر في نعمة من نعم الله أيا كانت يغتمه والعياذ بالله، ويتولى يتمنى زوالها. الله يفكنا وفكم منه. علم أن دواعي الحسد ثلاثة كما قال الماوردي رحمه الله: بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر، أو منقبة تشكر فتثير حسدا قد خامر بغضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس، ويبغض ذاك اللي يبغض هو عدا لا يختير تهم يعود في نعمه. أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه، هذه النقطة الثانية فيه، أن فضل يعجز عنه فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. وهذا أوسطها، لأنه لا يحسد من الأكفاء من دنا، وإنما يختص بحسد من علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة، ولكنها مع عزم، فلذلك صارت حسدا. السبب الثالث: أن يكون في الحاسد شح بالفضائل، هقع ورخسه، وبخل بالنعم وليست إليه، فيمنع منها ولا بيده، فيدفع عنها لأنها مواهب وقد منحها الله من شاء، فيسخط على الله عز وجل في قضائه، ويحسد على ما منح من عطائه. ولا قد شفت شيء أبلغ من وصف أحد علماءنا رحمه الله، قال الحساد أنهم عدل مظاهرات علموا الآن، ذاك اللي قال ثابت بهم اللي هو الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى المحسود تلك النعمة، هذه النعمة أو تلك، ولين يقوم الحاسد يحسدها أن يتمنى في قلبه زوال تلك النعمة، معناه أنه يعترض على ما حكم الله به والعياذ بالله، معناه أنه معترض على قسمة مولانا. ومولانا الصخبر: الحسد مرض خبيث، وضده الرضا والقناع والمحب والإيثار والزهد والسخاء. يا الله لم يكثر ضداد الحسن. الله لا يجعل فينا ولا فيكم حاسدا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وفكنا يا أرحم الراحمين من أمراض القلوب، واقتلنا من أخطر من أمراض الجسم. آيات عديدة وردت في الحسد في سور أيضا، منها البقرة والنساء والفتح وغيرها، والسيرة العطرة لخير الورى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ملأ بأحداث وقصص تتحدث عن بغض الحسد وكراهيته وكونه صفة سيئة ذميمة، أعاذنا الله وإياكم منها. نكتفي منها بما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال اللي هو صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله يجعلنا ويجعلكم منه. عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس